في واحد بيحتلم كل يوم، في واحد بيحتلم مرة في الأسبوع، وفي واحد ممكن عمره كله ما يحتلمش. بيتحكم هنا عوامل كتير جدا، منها معدل القصف عند الراجل ده. كل راجل مظبوط على حاجة اسمها ثريشولد، والثريشولد ده بيتحكم في معدل القصف بتاعه. فده بيقعد دقيقتين، وده بيقعد 5، وده بيقعد 10، حسب الثريشولد بتاعه. فمثلا لو شخص الثريشولد بتاعه عالي، يعني عنده سرعة قصف، غالبا هيحتلم كتير. فممكن نعتبر ان الاحتلام ده مؤشر من مؤشرات اللي بتقول ان انا عندي سرعة قصف، يبقى ده حاجة. لكن لو شخص هو بطبيعته بيتأخر جدا في القصف، ممكن يقعد عمره كله ما يحصلوش احتلام، او يحصل له احتلام على فترات بعيدة جدا. طب ايه الحاجة التانية؟ معدل الممارسة. لو شاب بيمارس العادة السرية كتير، او شخص متزوج بيعمل علاقة كتير، فطبيعة الحال ان هو بيفرغ طاقته اول باول، وبيطلع الافرازات اللي عنده اول باول، فمش هيبقى فيه فرصة انه يحتلم. غير واحد ما بيعملش العادة السرية وما عندوش علاقات، فتكون الفرصة الوحيدة لتفريغ الافرازات اللي عنده والرغبات اللي عنده عن طريق الاحتلام.